الثامن عشر من شهر دجنبر يوم تاريخي لا يشبه كل الأيام إنه اليوم العالمي للغة العربية ففي شهر أكتوبر سنة 2012 احتفلت منظمة اليونسكو لأول مرة باليوم العالمي للغة العربية ثم بعد ذلك تقرر اعتماد تاريخ الثامن عشر من دجنبر من كل عام يوما عالميا للغه العربيه فقد جاء هذا القرار تتويجا لقرار تاريخي اخر صدر ايضا في الثامن عشر من شهر دجنبر سنه الف هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بجعل اللغة العربية لغةً رسميةً بجميع أجهزة المنظمة، إلى جانب اللغات الخمس الأخرى. إن هذا الاعتراف الأممي جاء تقديراً للدور الذي لعبته اللغة العربية في الحضارة الإنسانية، فقد شكلت الجسر الذهبي لعبور المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة، ولذلك انتشرت اللغة العربية وسط النخب الأوروبية، وجدير بالذكر أن اللغة العربية لم تكن منغلقة على ذاتها بل كانت لها صلات بعدد من لغات العالم وأتاحت إقامة الحوار بين الثقافات من سواحل الهند إلى القرن الإفريقي وهذا ما أكدته المديرة التنفيذية لمنظمة اليونسكو في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. ومن عجب ان هذا الاهتمام الاممي باللغه العربيه يقابله تهميش هذه اللغه في عدد من اوطانها اضافه الى حمله مدبره من بعض الجهله باحلال العاميه محلها في البرامج المدرسيه لكنها فشلت امام وعي المغاربه مثلما فشل مخطط المارشال يوطي القائم على مقولته الاستعماريه لقد اخضعنا الرؤوس وحان الوقت لاخضاع النفوس اي اخضاع وعي المغاربه واخضاع ثقافتهم وفي طليعتها لغتهم العربيه وفي مواجهه المخطط الاستعماري اصبحت اللغه العربيه انذاك تعني الوطنيه فانتشرت القصائد والاناشيد المكتوبه باللغه العربيه لمناهضه ذلك المخطط وانشات الحركه الوطنيه المغربيه المدارس الحره في عدد من المدن التي كان لها دور مهم في حمايه اللغه العربيه والعمل على انتشارها. إننا إذ نستعرض كل ما تقدم، لا ندعو إلى التقوقع والتحجر والاكتفاء بتمجيد الماضي، بل ندعو إلى جانب ذلك للانفتاح على مختلف اللغات الحية والروافد اللغوية المكونة للهوية المغربية. وفي نفس الوقت، ندعو إلى تجديد لغتنا بتبسيط قواعد النحو والصرف وما يتصل بهما، كما ندعو إلى تفعيل مقتضيات المادة الخامسة من دستور المملكة المغربية الصادر سنة 2011، والتي تنص على أن العربية تظل هي اللغة الرسمية للدولة، وستعمل على حمايتها وتطويرها. وتنميه استعمالها